مدينة بيعيش سكانها في 2050، واللي بتحظى بأعلى معايير الاستدامة عالمياً، واللي بتعتبر أهم رابع مركز مالي في العالم. نعم، في 2050 إنها مدينة سنغافورة. مرحبا، أنا إحسان عطية، واليوم رح نحكي في موضوعنا عن أهم المعالم للمدينة الحضرية اللي هي مدينة سنغافورة. بداية، مدينة سنغافورة اللي بتملك واحد من أفضل المطارات في العالم، وهو بالكاد يعد مكان للتنزه وفندق في آن واحد، واللي بتملك أفضل وأهم مجمع سكني في العالم من ناحية التصميم والقوة الهيكلية التي استخدمت لبناء هذا المجمع. عن أهم معالم المدينة الحضرية ذات الطابع السكاني المتنوع من الصينيين والهنود والعديد من الجنسيات الأخرى. في المرتبة الأولى، هناك مبنى يعد مصدر جذب للسياح أكثر من أنه مطار، حيث أنه بيملك طابع مستدام من حيث البيئة الخلابة يلي بيحتويها. صممه المعماري صاحب الخيال الخصب موشيه صفدي، ويلي بيظهر المبنى عنا بشكل مبهر سواء كان من الداخل أو من الخارج، ويلي بيتخذ الشكل الخارجي له شكل الكعكة المحلاة، ويلي بيحتوي على أطول شلال والمعروف باسم فورت. ويوجد أيضا داخل هذا المطار المؤلف من 10 طوابق أماكن للترفيه والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق. في المرتبة الثانية، يتصدر المرتبة الثانية الفندق الأشهر بالعالم، والذي يعد من أكثر المشاريع تميزاً وبروزاً في سنغافورة، والذي يستضيف أكبر مسبح لا متناهي على سطحه في العالم. نعم، إنه فندق مارينا باي سانز، والذي صممه المعماري البديع موشيه صفدي، ويعد جزءاً بارزاً في أفق إذ يمكن التعرف عليه من أبراجه الثلاث وبحلقة الربط الأفقية لهم المشابهة في تكوين. ويتصدر في المرتبة الثالثة المسرح ذو الطابع الجميل الملقب بالدوريان، والمصنوع من أكثر من 7000 مظلة شمسية من الألمنيوم المثلث، التي تشبه إلى حد ما في الشكل الخارجي لفاكهة الدوريان. نعم، هذا هو مسرح آيسلند، وهذا سبب اكتساب المبنى هذا اللقب، وإذا تمعنا في شكله أدركنا لقبه المتأثر إلى حد ما بفاكهة الدوريان التي تحظى بشعبية في المنطقة. ويقال أيضا بأن واجهة المبنى المتميزة لم تكن جزءا من التصميم الأصلي، تم تصميمه في البداية بدون تضليل مما أثار انتقادات كثيرة، والسبب وعدم حساسيته اتجاه المناخ المداري لأنه سيخلق تأثيراً في الاحتباس الحراري. ويتصدر لدينا في المرتبة الرابعة المعبد الهندوسي المقدس في سنغافورة، والمعروف باسم سيري ماريامان، والذي تم افتتاحه في عام 1827، إلى أن معظم هيكله الحالي يعود إلى 1860. واو، ويلي بني من قبل الحرفيين من جنوب الهند، ويعرف أيضا ببرج المعبد المزغرف والمزين بأشكال ملونة كأحد أشهر المعالم في الحي الصيني بسنغافورة. وفي الحلقة القادمة رح نتكلم عن أهم مدينة ومعلم
وتحفة معمارية لم يسبق لها مثيل في مدينة سنغافورة، ورح نتبعها أيضا بأضخم الحدائق المتواجدة في سنغافورة والتي تبلغ مساحتها 101 هكتار. السلام.